ديال اشطاري في المحمديه، والمحمديه ولادها مشاو، المحمديه ولادها مشاو، اللي يجيبوا لاشطاري في المحمديه وكل يدخل سوق راسه. ومن هذا المنبر هذا المهنيه، ها هي المهنيه، المهنيه كانت تدوش ليها بنتها طاحت، المهنيه كانت تدوش ليها بنتها، المهنيه كانت تدوش ليها بنتها طاحت، عيطوا لومبيلونس خافوا تكون مهلسه، ما جاتش لومبيلونس، جيت انا جارتي المهنيه رمي هذه رجعتي رجعتي رمي رما جارتي هزيتها ديتها للسبيطار. واش حنا اللي تهرس نعيطوا اللي تهرس نعيطوا لي على لومبيلونس؟ اللي تهرس نعيطوا على النزير كورونا؟ الا ضرني الدرس نعيطوا للنزير كورونا. وخليو داك الناس هانين، واللي عنده شي صفحه واللي عنده شي صفحه ما يلوحش يتيقن. اللي تقول اشطاري في المحمديه، اللي تقول ما خصوش يهزها، ما خصوش يهزها حتى شي حاجه. مو هاد السيد انا ما لقيت شي واحد في الزنقه غوت عليك راه جارتي. شوف راه المريضه راه فيها كاين وكاين، راه طاحت ليا في التواليت، اجي خويا هز معايا غوت لي خويا لومبيلونس. ما جاتش لومبيلونس، ما جاتش لومبيلونس، لومبيلونس ما غنعيطوش لها الخاويات، لومبيلونس ما غنعيطوش لها الخاويات. هزيتي في الطوموبيل ديت مي هذه رمي راه جارتي رمي هذه ملي جارتي رمي هزيتها ديت. انا عارف المهنيه ما عندها والو. الصباح علاش كانت تضحك معايا مع الصباح؟ الكورونا جات مع الجوج وهي مع الصباح كانت تضحك معايا انا. السيده تتشوف كانت تدوش طاحت، الحمد لله الامور ديتها للسبيطار ضحكنا. انا ما عندهاش شي حد، ما عندهاش كاع الاولاد. انا من هذا المنبر هذا الله يرحم ليكم الوالدين، تتخلعوا الناس خلعتوا الناس. وتصوروا كنا جبنا هذا الامبيلونس والناس جايين لابسه الكميم، ردينا راشيدي كاع تخلعات. وسيروا دخلوا سوق راسكم، وسيروا انتوما انتوما دخلوا لبيوتكم، وانتوما دخلوا في بيوتكم، انتوما انتوما خصكم تدخلوا لديوركم، انتوما كلشي يدخل لدارو. لانه علاش؟ باش انا دابا مازال غادي نتابعك ان شاء الله، راه ما غنتفاكش معاك، راك عارف انا احب وطني، عاش الملك. اما هذه راه جارتي، هذه جارتي، هذه جارتي، هذه جارتي طاحت، عيطات لي بنتها، هزيناها دينا للسبيطار، دينا للسبيطار ما رجعتش. عادي ما عندنا والو، ما عندنا دواء لا والو، ما كاين لا دواء لا والو. مهنية صحة بخير مزيان؟ داني طاح بالكابينة وليدي، أنا ما طحت بالكابينة ما عقلتش وليدي. ما عقلاتش. وجروني من الكابينة خرجوني. شكون يداك؟ جارنا. شكون أنا؟ مصطفى. اه. اسمع. مصطفى شكون؟ مصطفى. شكون؟ دهيني. مصطفى العبدي. اه شكون هي العبدي اسمع؟ سمعتي. اه. كورونا. سيدي راه طاحت كانت تدوش. مصطفى. شوم عليهم، شوم عليهم. عاش العبدي، قال لي لقبتي الحياة من الجمعة والفلات. ها. عاش الملك. عاش الملك. خليها ناوية. وعاش الملك. فتحت وليدي في الكابينة وما قدرتش من تزرني. عمرت وليدي ما قدرتش من تزرني. وغوتنا عليه هو الشيء. عيطوا لومبيلونس، لومبيلونس ما غاتجيش، لأن لومبيلونس كلشي الناس دابا كرفسوهم. ما جا ما جا. عاودنا على الأمر، عاودنا على كلشي ما جاتش. كرفسوهم. تم الله يحسن عوانكم. والحمد لله. تا الأمن والوقاية المدنية تما كاين. الله يجازيكم بخير. وخليوا الامن تخدم خدمتها، وخليوا الوقايه تخدم خدمتها، وخليوا السلطات تخدم خدمتها. وهذوك الناس راهم مكرفسين معانا، لا اعوان السلطه، لا القيام، لا الباشا، لا العامل، لا الناس اللي داخلين، اللي داخلين ما تنشوفوهمش حنا، ما تنشوفوهمش راه هما خدامين. بعدوا منهم، ما تبقاوش تكذبوا وما تبقاوش تخلعوا في الناس. تحيه لجميع السلطات. وتحيه تحيه لجميع السلطات من هذا المنبر، لكلكم كلكم. انا من هذا المنبر انا تنشوفكم اش ديروا محنين على الصحه ديالنا. اما الناس اللي تيكتبوا في الفيسبوك وتيخلعوا في الناس راه حشومه. اه ما خاصو ما يهزها يديها في الطوموبيل يدي من سيده في كورونا. راه مع الصباح اش كانت تفطر عندي في الدار، راه مع الصباح بعد ما فطرتي راه معايا في الدار. كورونا جات مع الجوج عارفين ما عندي حد. ومن هذا المنبر هذا الله يبعد علينا والله يلطف بينا والله يبعد علينا الألسنة. راه مصيبة كحلة الفتنة اخويا، راه الفتنة، راه مصيبة كحلة، راه مصيبة كحلة. ولاو بزاف الصحفيين، الصحفيين لا شيء، الصحفيين، الصحفيين فين هما الصحفيين؟ ماذا تنتظر من الصحفي؟ اه على العمل. اه ماشي صحفي هذيك اصلا. حشومة تخلعوا فينا، تخلعوا في الناس، ما تخلعوش. ما تخلعوش السيدة راه في هضرة هذه الصباح. أنا باقي تنعيط على أمي ماتي، هادو راه جيراني، أنا باقي تنضحك مع أمي هنية، وباقي عندنا أمي عايشة، بقى عندنا ثلاثة في الدرب، ثلاثة في زنقتي، ثلاثة الناس، كلشي مات، كلشي مات. الله يخليهم لكم. آمين يا ربي آمين.
محشومة ها هز في طوموبيل داها داها الطوموبيل ها كو فيها كورونا واش انت بلاتي بلاتي انت اللي 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 قلتي ما خاصناش انت احسن مني انا راه وطني انا راه مدوز لارمي راه اكزيكتي لورد ابري ريكلاماسيون انا راه قاري الاش اش اش وقع سيده في كورونا غنهز انا بريسلي انا بريسلي انا الرجل الخافي غنهزها فيها كورونا راه فطرات معايا الصباح والسيده من عيطات لي بنتها طاحت وداك الشيء حشومه نبرسطوا المخزن ونبرسطوا ديناها ها هي وتمن تمن تمن الدكتور شبع ضحك معاها هضر معاها والحمد لله وبخير ومن هذا المنبر هذا دخلوا سوق راسكم ما تبقاوش تخلعوا الناس الله يخليكم ما تبقاوش تخلعوا الناس بعدوا من الناس خلوا السلطات كاينه السلطات اللي خدامه ديال 24 ساعه 24 ساعه تنشوف من سعاده العامل حتى لتحت كلشي خدام رجال السلطه سعاده الباشا القيان كلشي خدام اعوان السلطه الدكاتره كلشي خدام وبعدوا منهم انتم اللي نوتوا الرعب في البشر واللي جا اخبار المحمديه الرباط في المحمديه طليتوا المحمديه طليتوها وما كاينش خدام بالدم ديالو والله ما كاين راه اللي تيحب الوطن راه باين ومن هذا المنبر هذا مهنيه الحمد لله مهنيه الحمد لله مهنيه بخير رجينا بخير رجينا بخير الحمد لله هذه صافي الحمد لله الويده طاحت على مسكينه حشومه وانا معاك الزمن طويل وعاش الملك على سلامتك كم مهنية اخر كلمه على سلامتك قول لك الله يرحم والديك ووليدي ودرت بوجهي خليتكم حبيت الله يا امين دعي مع سيدنا ووليدي وانا بغيتك العوين وبغيتك الفرح مع البعيد والقريب عاش الملك وانا قبيتك ارجعتي اعتمدت على الوالدين يا ربي امين والسلطات اللي ما حنا معانا والدكاتره وكل شيء داعي معاهم درت بوجهي داعي معاهم انا خديتكم بحال بيت الله الحمد لله انا خديتكم بحال قبله الحمد لله والله يبعد علينا هذا المرض الحمد لله شكرا خويا تحيه الله يعاونك المهنيه شي حاجه عيط لي انا في الدار خوتي هذه رجعتي خويا هذه رجعتي انا عيط لي قبيله السيد قلت لي امي قلت لي راه امي قال لي لا تنعرف امك هي انت ما تعرفش الموات من غير امك انا تنعرف امي راه جارتي امي انا 775 هي 770 و 771 امي و 772 امي و 773 امي و 74 امي و 75 امي انت اللي ما تعرفش الموات سير قلب عليهم لا دهيني رشيديه كامله دهيني ولي كاين صراحه حشومه مالك حشومه عليكم تخلعوا الناس